وطن خالي من الأمراض هو الهدف الأساسي للقيادة السياسية، والتي وضعت صحة المواطن المصري على رأس اهتماماتها، وذلك من خلال تقديم برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين. الهدف من البرنامج هو رفع العبء المادي عن كاهل المرضى من مستحقي معاش ضمان اجتماعي وتكافل وكرامة، وتقديم الخدمة الطبية لهم على أعلى مستوى وبالمجان. برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين هو برنامج تأميني بتقدمه الدولة المصرية في ظل الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية والارتقاء بمستواهم الصحي وتوفير التغطية الصحية الشاملة لهم. البرنامج يمكن الاستفادة منه عن طريق استحقاق الدعم النقدي، سواء معاش الضمان الاجتماعي أو معاش تكافل أو كرامة. طبعا احنا معاش كرامة ده بكل الأشخاص أصحاب الإعاقات وذوي الهمم، معاش تكافل بيكون لأسر أولى بالرعاية وليها معايير تخص الحالة الاجتماعية والحالة المادية ليهم، وده بتحدده وزارة الضمان الاجتماعي. معاش ضمان الاجتماعي هو المعاش القديم اللي كان بيمنح كحالة من الدعم النقدي بتقدمه الدولة المصرية في الارتقاء بمستوى المعيشي للأسر المصرية. عندنا فئات كتير، عندنا أماكن في صحراء، عندنا بدو، عندنا أرياف، عندنا حاضر، عندنا مناطق حدودية مع محافظات ساحلية. المواطن بيجي بالبطاقة الشخصية بتاعته، بنستعلم عنه ونتأكد ان هو من المنتفعين البرنامج. اول ما نتأكد ان هو من المنتفعين بيقطع تذكرة مجانية، بياخد جميع الخدمات اللي في الوحدة بالمجان. كيفية الحصول على الخدمات الصحية بالتوجه الى اقرب منشأة صحية، وحدة رعاية اولية او مركز صحي، والاستعلام عن خدمات برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين فقط بالرقم القومي، لأن دي قاعدة بيانات بتكون متبادلة ما بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان لتحديد المنتفعين بالبرنامج اللي يصلوا إلى 7 مليون مواطن محددين بالرقم القومي لكل منتفع. بنقدر نوصل للعيانين من خلال الزيارات المنزلية اللي بتتعمل معهم من الرائدات الريفيات، أو من خلال الندوات اللي بتتعمل في نادي الأسرة، أو في الجلسات بتاعة التطعيمات وجلسات تنظيم الأسرة. ده بيكون أول تعارف ما بين المريض وما بين المقدم الخدمة الصحية في مركز الرعاية الأولية. أول ما المواطن بيجي اللي هو مستفيد من برنامج تكافل وكرامة، بناخد الرقم القومي بندخله على قاعدة البيانات، إذا كان مستحق بنقطع له التذكرة وبينزل ياخد خدماته من الوحدة مجانية تماما. إن ما كانش المواطن مسجل على قاعدة البيانات بنوجهه لوزارة التضامن على أساس ينزل على قاعدة البيانات. وفي هذه الحالة يقدم المستوى الأول من الخدمات الصحية العلاجية، وفي حالة الاحتياج إلى مستوى طبي أعلى كعدم توافر تخصصات معينة زي البطنة أو أمراض الكلى أو أمراض الرمد، بيتم الإحالة إلى مستشفيات الإحالة التابعة لنا على مستوى محافظات الجمهورية. إحنا مش بنوفر بس عليه ثمن التذكرة، إحنا بنعمل عمليات، بنقدم أطراف صناعية، بنقدم أجهزة تعويضية. البرنامج عندنا ملوش سقف لا في الخدمات ولا في الماليات، شرط إن المريض يكون مستحق للخدمة دي ويكون موجود معانا على قواعد البيانات. فطبعا المريض ما بيبقاش متخيل ان انا هاجي هاخد الخدمات دي كلها، هدخل الاقسام الاقتصاديه، هعمل العمليات، هصرف كرسي متحرك، هصرف طرف صناعي، يعني بيبقى سعيد. اعتقد جميع الخدمات الصحيه المقدمه تقدم مجانا على مستوى جميع محافظات الجمهوريه فيما عدا محافظه التامين الصحي الشامل اللي هي بورسعيد والاقصر والاسماعيليه حاليا، دول طبعا تم تفعيل المنظومه الشامله بيهم. فيما عدا ذلك البرنامج متاح على مستوى محافظه الجمهوريه ابتداء من مستوى الرعايه الاوليه الى مستشفيات الاحاله. في حالة عدم توفر الخدمة بأحد المحافظات أو أحد مستشفيات المحافظة، بيخاطب إدارة البرنامج بحاجة اسمها طلب موافقة مركزية لإجراء تخصصي معين، وإدارة البرنامج في الوزارة بتتولى توفير هذه الخدمة في أقرب منشأة صحية أو أقرب مكان للمحافظة للمواطن ساكن فيه. إحنا عندنا بالموضوع الإحالة بنستقبل أي حالة جاية محاولة من وحدة الرعاية الأولية في المحافظة. لو الخدمة متوفرة عندنا بنقدمها له، مفيش مشكلة خالص. عندنا مشكلة شوية في التواصل مع الناس، الناس ما كانتش تعرف عن البرنامج، يمكن ما عندهاش ثقة قد كده انها هتيجي هتلاقي الخدمة بتاعتها موجودة ومتوفرة. لما كملنا الدايرة بتاعة تقديم الخدمات الناس ابتدت تثق فينا، ابتدت تعرفنا، ابتدت دلوقتي هي اللي بتسأل عننا، ودي حاجة طبعا احنا نسعد بيها جدا. يعني انا جيت هنا بواجبي وشوف طلباتي بكل حاجه والدنيا علاج وما فيش بعد من كده. طلعت للدكتور اللي فوق، خد مني البطاقه وقطعت تذكره بطنه ونزلت اديت التذكره للدكتوره
وحللت لي في المعمل التحاليل، وبعد كده بيجي لي انا الصيدليه ببتدي انا اتعامل معاه واصرف معاه العلاج. اذا كان امراض مزمنه بصرف له الجرعه كامله، بصرف له اللي هو علاج شهري. اذا كان امراض اللي هو الامراض الحاده الامراض العاديه بصرف له حسب وصفه الطبيب بالظبط المكتوب حسب المكتوب. انا كنت بكشف نسا في مركز الطبي بنها، وبعدين لمحت على غرفه الادويه اني مكتوب يصرف مجانا لكل من بياخد تكافؤ وكرامه. دخلت خدت العلاج بتاعي من الصيدليه وكل حاجه مجانا هنا. شفت البطاقه بتاعتي وان انا معايا بطاقه تكافؤ وكرامه، ما فيهاش شك ولا كل حاجه. انا كنت متوقع ان المفروض احسن، عاملها بفلوس احسن بره احسن من ابو بلاش. لا مليش بالعكس، ابو بلاش هنا مش هنا احسن من ابو فلوس بره. يمكن التعامل يمكن ابو فلوس مش هيتعامل معايا نفس التعامل اللي شفته هنا. ده كله بيصب في إطار الأهداف العامة لرؤية مصر 2030 من توفير تغطية صحية شاملة لكل المواطنين المصريين في سبيل ارتقاء المستوى العام للمجتمع، وخاصة رفع العبء الاقتصادي والاجتماعي عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية الصحية. أنا حابب أقول كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، أشكره على اللي هو بيعمله وعلى كل اللي بيعمله بخير، سواء حكاية اللي هو تكامل كرامة، العلاج على حساب نفس الدولة، ما شاء الله يعني هو بعمر في البلد. بشكر سيادة الرئيس على المجهود اللي هو عامله معانا، وربنا يبارك له ويديله الصحة يا رب. وتشكر على اللي انت عامله للايه للناس كلها، وربنا يبارك له ويدي الصحة يعني. وراجل محترم جدا وعملنا في الدولة حاجات كتير جدا. انا ما كانتش الدولة كانت حلوة كده زي الوقت.